اذا جاك ذيب شو تسوي؟ الآن في المراعي وراح أثبت لكم أنه الكم ما يأثر أبدا على رعي الجدي بشكل نهائي. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم زد وبارك، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وهاي المرة أيضاً فشلت الذئاب بأخذ فريستها، كلاب الحراسة انتبهت عليها بالوقت المناسب وطاردتها. الذئاب تركت العاجة والعاجة رجعت للغنم، لكن العاجة إصابتها بالغة، المرة إصابتها بالغة، لكن إن شاء الله تطيب. كلاب يشمن رائحة حيوان قريب مار من المكان هذا. تبارك الرحمن، هذا أرنب بري صغير لقيناه بالبرية هنية، راح أطلقه هنية، راح أخليه يروح على أمه، راح أترك يروح على أمه. يلا روح، يلا روح على أمك، على أمك، يلا على أمك، يلا تروح، راح أترك يروح، يلا روح، يلا روح.